بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. سلام الله عليكم أحبابي في الله في هذا الدرس الجديد، والذي سوف أشرح في طريقة تحويل الفيديو إلى صور ثابتة أو صور متحركة. ففي بعض الإخوة طلبوا مني إذا كان فيه يعني برنامج لتحويل الفيديو إلى صور ثابتة، وفي أخ كريم طلب مني طريقة تحويل إذا كان فيه طريقة لتحويل الفيديو إلى صور متحركة. لهذا في هذا الدرس سوف أضع شرح لجميع الأشياء. كل ما عليكم فعله وتحميل هذا الملف المضغوط، بعد التحميل تقوم بفك الضغط عليه. سوف يحتوي على برنامجين، نقوم بفتح هذا المجلد. سوف يحتوي على برنامجين كما شرحت، برنامج هذا لتحويل يعني الفيديو إلى صور ثابتة، وهذا البرنامج الذي لا يحتاج إلى التثبيت يقوم بتحويل الفيديو إلى صور ثابتة أو متحركة عفوا. لهذا نبدأ في الصور الثابتة، البرنامج الخاص يعني تحويل الفيديو إلى صور ثابتة. نضغط عليه مرتين على هذه الأيقونة الخاصة به، ونضغط على يس، وتصبر لحين ما تطلع عندك صفحة التثبيت. تضغط على نيكس 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 لحين ما يثبت البرنامج على جهازك. بعد أن يثبت البرنامج على جهازك سوف يعطيك أيقونة بهذا الشكل. تقوم بفتح الأيقونة يعني البرنامج بالضغط على الأيقونة، وتصبر لحين ما يفتح. فهو برنامج صغير الحجم بالمناسبة، لن يأخذ حجم كبير جدا على لن يأخذ حجم كبير في القرص الصلب الرئيسي الخاص بجهازك. لهذا كل ما عليكم فعله على اساس سحب الفيديو الذي تريدون يعني تحويله الى صور ثابته، تضغط هنا ويقول اوبن، وتختار اي فيديو. مثلا سوف اختار انا شخصيا هذا الفيديو على جهازي، واضغط على اوبن، وسوف يظهر عندي هنا. فكما تشاهدون فاقوم بتشغيله وهو يشتغل لتحويله مباشره الى صور ثابته. تضغط هنا ويقول الران على اساس تنبثق لك يعني صفحة بهذا الشكل. هنا تختار المجلد الذي سوف تحفظ فيه يعني هذه الصور الثابتة الخاصة بهذا الفيديو، بالتالي تضغط على هذه الايقونة الموجودة هنا، وتضغط المكان الذي تريد حفظ فيه يعني الصور. ففي حالتي انا شخصيا سوف اختار ديسكتوب، واضغط على كريات يعني اقوم بانشاء مجلد سوف احفظ فيه هذه الصور، بالتالي اضغط على كريات، وأصبر لحين ما يعطيني مجلد بهذا الشكل. أقوم بتسميته، مثلا سوف أسميه حوحو بهذا الشكل، وأضغط على أوكي. الحين سوف يظهر عندي كما تشاهدون على سطح المكتب، وأضغط يعني أختار الصيغة التي أريدها أن يعني تكون عليها هذه الصور الخاصة بهذه الفيديو بعد تحويله إلى صور ثابتة. لهذا سوف أختار مثلا جي بي خي يعني صيغة جي بي خي، وأضغط على الران مباشرة، وأضغط على أوكي، وراح يبدأ البرنامج في تحويل الفيديو إلى صور ثابتة. نصبر عليه شوي لحين ما يكتمل أحبابي في الله، فهو يأخذ يعني وقت حسب يعني طول الفيديو. لهذا سوف نصبر شوي، وبعد ذلك سوف نحصل على صور ثابتة خاصة بهذا الفيديو. بعد ذلك نمر لشرح يعني البرنامج الثاني الصغير الذي لا يحتاج إلى التثبيت لتحويل الفيديو إلى صور متحركة، دائما تلبية لأسئلتكم الكريمة. بعد اكتمال يعني التحويل تضغط على أوكي، وراح يفتح معك المجلد مباشرة كما تشاهدون عندي. سوف أقوم بإغلاق البرنامج. أيضا سوف تجده على المكان الذي اخترت فيه يعني حفظ فيها المجلد. نقوم بفتحه على أساس نشاهد يعني الصور. نضغط على الصورة الأولى، وأقوم بتمرير على الصور كما تشاهدون. فقد تم تحويل الفيديو إلى صور كما تشاهدون يعني إلى صور ثابتة علي. نقوم بإغلاق هذا الـ يعني الملف. فتعرفنا على طريقة تحويل يعني الفيديو إلى صور ثابتة. نمر الحين إلى البرنامج الثاني، دائما في نفس المجلد الذي سوف تقوم بتحميله تقوم ب يعني فتحه، وسوف تجدون البرنامج الثاني Free Video to GIF، فهو يقوم بتحويل الفيديو إلى صيغة GIF يعني على شكل وتكون الصور متحركة. لهذا تضغط على البرنامج مباشرة لفتحه، سوف يفتح معك بهذا الشكل. تضغط على Browse Video يعني سحب الفيديو، نختار دائما نفس الفيديو بطبيعة الحال في حالتي فقط أعطي نموذج، وأضغط على Open، وهنا أقوم بتحديد المدة التي أريد يعني أن أقوم بتحويل عليها هذا الفيديو. مثلا إذا كنت أريد تحويل الفيديو كاملا أقوم بالضغط هنا لحين ما يشمل يعني مثلا إذا كان في الفيديو دقيقتين أصبح يعني أقوم بالضغط هنا لحين ما يكون
يعني يكتب هنا اثنان يعني دقيقتين أو ساعة أو ما شابه ذلك. وهنا يعني الفترة التي يبدأ من خلالها هذا الفيديو، أي يعني الوقت الذي تريد عبره يعني تحويل هذا الفيديو إلى صور من وإلى، يعني فهذا الأمر مفهوم جدا. وتضغط يعني هنا تختار العرض والطول الخاص بهذه الصور وتضغط على Next، تضغط على OK وتصبر لحين ما يتم تحويل الفيديو إلى صور متحركة، فبسرعة كما تشاهدون لأن الفيديو قصير في دقيقة تقريبا فقط. كما تشاهدون فقد تم تحويله إلى مجموعة من الصور. الحين تختار يعني Best Quality، أي Excellent Quality يعني الجودة العالية، وتضغط على Make GIF يعني الحصول على أي حفظ هذه الصور المتحركة. بالتالي تضغط على المكان الذي تريد حفظ فيه وتقوم بتسمية هذه الصورة المتحركة إن صح التعبير، وتضغط على Save وتصبر لحين ما يتم البرنامج ما يقوم البرنامج بتحويل هذا الفيديو إلى صور متحركة أو حفظ يعني هذه الصور المتحركة في المكان الذي قمت باختيار فيه يعني تحويله، وتضغط على Yes وتضغط على OK، ومباشرة سوف نحصل على هذا يعني الأيقونة أو الصورة يعني على سطح المكتب. نقوم بتشغيلها يعني إذا كان يعني تريد تشغيلها بمتصفح من الإنترنت على جهازك أو ما شابه ذلك، لهذا فسوف تضغط عليها مرتين وسوف تختار مثلا نختار متصفح سفاري ونضغط على أوكي ونصبر لحين ما يفتح معنا يعني سفاري كما تشاهد معي، قد تفتحها بجوجل كروم او ما شابه ذلك. ولاحظ معي تحولت الصورة الى متحركة، يعني الفيديو كاملا الى صور متحركة، وقد تشاهد يعني تقوم بمشاركة ذلك في الفيسبوك او في بعض المواقع الاجتماعية. اتمنى ان الدرس قد راق لكم احبابي، في نلتقي ان شاء الله في دروسات قادمة بحول الله. لا تنسوا في الاخير زيارتنا على موقعنا www.tegle5.com وزيارتنا ايضا على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/حوحة1981فول. لا تنسى الاشتراك يعني في القناة. بالنسبة لإخوانا أيضا الذين يريدون هذه الأشياء سوف أضعه في القناة الثانية. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.